في قطاع غزة، كيف رأيتم هبة الشعوب العربية بعد صلاة الجمعة تضامنا مع طوفان الأقصى؟ يعني هذا التعاطف الشعبي الذي يعكس روح هذه الأمة من الأهمية بمكان لدعم عملية طوفان الأقصى التي تمثل روح المقاومة في الشعب الفلسطيني، وهي التي تعكس حيوية القضية الفلسطينية. هذا الخروج الشعبي لم يكن بالتأكيد في المستوى الذي يتناسب مع الحدث، ولكنه مهم على كل الأحوال. ما يحدث الآن في قطاع غزة من إبادة جماعية وجرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تستلزم مواقف شعبية ورسمية أكثر فاعلية. لا يجب أن تكون الفعاليات الشعبية أو الرسمية هي في الإطار التقليدي الذي كان يتم في ظروف عادية. ما يحدث الآن ظرف غير عادي. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تدعم إسرائيل كما لم تدعمها من قبل. وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يترك أعماله ويركز ليأتي في إسرائيل ويشارك في اجتماع الكابينت الإسرائيلي. وزير الجيش والحرب والدفاع الأمريكي يترك كل شيء ويقيم الآن في إسرائيل، مرسلا حاملات الطائرات والأسلحة والذخيرة للعدو الإسرائيلي الذي لا تنقصه لا أسلحة ولا ذخيرة. ولكن هذا تضامن فعلي ومؤثر، والولايات المتحدة تضع نفسها في مواجهة دول وكيانات في المنطقة من أجل حماية إسرائيل. فيجب أن يكون أيضا في المقابل من يدافع عن قضية الأمة العربية والإسلامية، من يدافع عن قضية فلسطين يستحق الدعم والتأييد بشكل أكبر.